بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 43 بعد 102. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع سوداني مقيم في الطائف، رمز إلى اسمه بالحروف ألف ميم شين. أخونا عرضنا له بعض القضايا في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح فيقول: في إحدى البلدان بعد السلام من الصلاة يسبح الإمام فيسبح المأمومون خلفه، وهكذا في التحميد والتكبير، ثم يرفع يديه بالدعاء ويؤمن الناس على دعائه، فهل هذا من السنة في شيء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا شك أن الذكر بعد الفراغ من الصلاة مشروع، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وهو مستقبل القبلة، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى أصحابه، ثم يواصل الذكر عليه الصلاة والسلام، وهم كذلك يذكرون الله عز وجل بما ورد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، إلى غير ذلك مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتكبير والتحميد، كل كلمة 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولكن هذا الذكر لا يقال بصفة جماعية، لا التسبيح ولا التكبير ولا التهليل ولا الدعاء، وإنما كل يذكر الله مع نفسه منفردا، لا يكون بصوت جماعي ولا يكون بصوت من الإمام والمأمومون يرددون أو يؤمنون، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما الإمام يذكر الله منفردا والمأمومون يذكرون الله كل واحد بنفسه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهكذا كان صحابته يفعلون معه عليه الصلاة والسلام. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالمسلم قد يأتي بعبادة مشروعة لكن على غير الطريقة التي يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون مردودة عليه لأنه أضاف إليها شيئا ليس له أصل في السنة، فيوجب ذلك ردها، بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن ذلك ما ذكره السائل من أن الإمام يسبح أو يكبر أو يهلل والمأمومون يرددون ما يقول بصوت واحد أو يتابعونه أو يؤمنون، يدعو وهم يؤمنون، كل ذلك بدع إضافية ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذه الرسالة: دائما في السنن الراتبة والنوافل أقرأ بعد الفاتحة سورة الكافرون والإخلاص، وأحيانا أقرأ آية الكرسي، ثم أقرأ بعدها سورة الكافرون في الركعة الأولى، ثم أقرأ بعدها الإخلاص في الركعة الثانية، فهل فعلي هذا صحيح؟ وجهوني، جزاكم الله خيرا. تخصيص قراءة سورة الكافرون سورة الإخلاص النافلة إنما ورد في
نافلتين، الأولى راتبة الفجر، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية الإخلاص، وتارة يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. والنافلة الثانية التي تقرأ فيها الكافرون الإخلاص هي ركعتا الطواف، الركعتان اللتان يفعلان بعد الطواف. وأما غير ذلك من النوافل فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص هاتين السورتين أو هاتين الآيتين من البقرة وآل عمران فيهما، بل يقرأ فيهما ما تيسر من القرآن الكافرون والإخلاص أو غيرهما، لا يتقيد بتخصيص سورة معينة أو آية معينة إلا بدليل، ولم يرد الدليل إلا في هاتين النافلتين راتبة الفجر وسنة الطواف. قال العلماء والحكمة في قراءة هاتين السورتين سورة قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص أن فيهما نوعا التوحيد العلمي والعملي. التوحيد العلمي في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه صفة الرحمن سبحانه وتعالى وهي من التوحيد العلمي الخبري توحيد الربوبية. وقل يا أيها الكافرون في التوحيد العملي وهو توحيد العبادة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة في توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية. فخص النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين لأنهما يتضمنان نوعي التوحيد العلمي والعملي من أجل أن يتذكر المسلم عقيدته وأن يخلص عبادته لله سبحانه وتعالى. وكذلك في آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، هذا في التوحيد العلمي توحيد الربوبية. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إيه التوحيد العملي توحيد العبادة والألوهية. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وقد تفضلتم شيخ صالح جزاكم الله خيرا وذكرتم أن بعض سور القرآن الكريم وبعض الآيات عنيت بالتوحيد، لعلها مناسبة كريمة شيخ صالح أن تتفضلوا بتوجيه الناس إلى كتاب استضاء بنور الآيات الكريمة في إبراز العقيدة الإسلامية الصحيحة جزاكم الله خيرا. الكتب في هذا كثيرة ولله الحمد، وأقصد الكتب التي ألفها أئمة السلف وعلماء المسلمين الذين اعتنوا بتصحيح العقيدة من الدعاة إلى الله والمجددين والأئمة المخلصين. ومن أبرز الكتب في هذا وأقربها تناولا وأيسرها فهما للناس كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فإنه جمع فيه مؤلفه رحمه الله غالب ما ورد في توحيد الألوهية من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم بتوضيح ذلك، وفصله في أبواب أثناء الكتاب تدرج فيها في بيان أنواع التوحيد وبيان أنواع الشرك الأكبر والأصغر، لأنه لا يكفي معرفة التوحيد بل لا بد أيضا من معرفة ما يضاد وهو الشرك من أجل أن يتجنبه الإنسان ويحذر منه. فهذا الكتاب ميسر وهو أيضا مبذول ولله الحمد ومتداول ويدرس في المدارس والمعاهد والكليات في المملكة، ويدرس في المساجد، ويدرس أيضا في الأمكنة الأخرى التي تقبل الحق من مختلف بلاد العالم الإسلامي. هو كتاب جيد وعليه شروح توضحه وتبينه وتبرز ما فيه من الكنوز العظيمة، مثل تيسير العزيز الحميد شرح كتاب توحيد، ومثل مختصره وتهذيبه الذي هو فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وكذلك شروح كثيرة على هذا الكتاب مطولة ومختصرة. فهو أيسر كتاب وأنفع كتاب في نظري في هذا الموضوع. وهناك كتب مطولة ومختصرة كثيرة في هذا الموضوع، منها على سبيل المثال العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها الطحاوية وشرحها شرح الطحاوية للعز بن أبي العز، ومنها تطهير الاعتقاد للإمام الصنعاني تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد رسالة مختصرة، ومنها تجريد التوحيد المفيد للمقريزي رحمه الله صاحب الخطب، ومنها الدرنغيد
الدر النغيض في إخلاص كلمة التوحيد للإمام الشوكاني، كلها في موضوع العقيدة وبيان توحيد الألوهية، توحيد العبادة الذي هو دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام، والذي وقع الخلل فيه من كثير من العالم قديما وحديثا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أجمل الصدف هذا السؤال شيخ صالح، يقول صاحبه: أنا مجتهد في الاطلاع على الكتب وجمعها، فهل تنصحوني بالقراءة لشخص واحد أم بتعدد الكتب والمؤلفين؟ أفيدوني مأجوري. هذا حسب مستواك العلم، فإذا كنت مبتدئا فننصحك بالاقتصار على قراءة المختصرات، والمختصرات الجيدة في التوحيد وفي الفقه في الحديث وفي التفسير. عليك بقراءة المختصرات، ولا تكتفي بقراءتك على نفسك، بل لا بد أن ترتبط بأحد من أهل العلم تسأله أو تقرأ عليه وهو يشرح لك هذه المختصرات. أما إذا كنت متمكنا من العلم وحصلت على قدر يؤهلك لأن تقرأ في الموسوعات وفي الكتب المختلفة، فاقرأ ما تيسر لك، ولكن تحرص على قراءة الكتب الأصيلة في العقيدة وكتب السلف الصالح، كتب أهل السنة والجماعة، تركز عليها وتكررها وتتأمل فيها. ولا بأس أن تطلع على الكتب المخالفة من أجل أن تعرف الشبه والضلالات، من أجل أن ترد عليها وأن تحذر منها، لكن بعدما تتحصن وتتسلح بمعرفة الحق، معرفة الصواب في هذه الأمور الخطيرة. هذا يختلف باختلاف مستويات المطالعين وطلبة العلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. شيخ صالح، كثيرا ما يذكر في هذا البرنامج الكتاب المفضل الذي يحسن بالقارئ أن يطلع عليه. بعض الناس يعتقد أننا ندعو إلى مذهب معين أو إلى كتاب معين لأمر ما، هل من كلمة شيخ صالح؟ نحن لا ندعو إلى مذهب معين ولا إلى كتاب معين ولا إلى شخص معين للرسول صلى الله عليه وسلم. ندعو لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى اتباع كتاب الله. ندعو إلى كتاب معين وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ندعو إليه. وندعو إلى قراءة ما يوافق ذلك من كلام أهل العلم ومؤلفات أهل العلم، ومؤلفات أهل العلم التي تتمشى مع الكتاب والسنة ومع فهم السلف الصالح نوصي بقراءتها، وما جربناه منها فإننا أيضا نحرص على أن نرشد إليه. وقد جربنا ولله الحمد كتب أئمتنا شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ الإمام ابن القيم والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، جربنا هذه الكتب ووجدناها ولله الحمد خلاصة طيبة لمذهب أهل السنة والجماعة وفهم السلف الصالح، وهي مركزة على الكتاب والسنة، لا تدعو إلى مذهب معين ولا إلى شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تدعو إلى كتاب إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جربنا هذا فيها، ليس فيها عصبية، ليس فيها مذهبية، ليس فيها دعوة لشخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك نوصي بقراءتها من أجل تجردها عن الهوى والتعصب والمذهبية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، عندما يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تثور في أنفس بعض الناس قضايا ومسائل معينة، هل من كلمة جزاكم الله خيرا؟ نعم، تثور عند بعض الناس شكوك أو اتهامات، لأن هذا الشيخ شوه في مسامعهم، شوه من قبل دعاة السوء والضلال، وهذه سنة الله عن كل من قام بالحق، فلا بد أن أهل الباطل يشوهونه ويلصقون به التهم، وخير أسوة في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال فيه المشركون من الألقاب ومن الذم ومن التنقص، أنه ساحر، أنه كذاب، أنه مجنون، إلى أنه قاصر الفهم، إلى غير ذلك مما نبزوه به من الألقاب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، أنه يتلقى من غيره، أنه يعلم من غيره من اليهود أو النصارى. كل هذا
قالوه في الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أنه رسول رب العالمين. لماذا؟ لا لشيء إلا لأنه دعاهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله وترك عبادة الأصنام. نفس الشيء ينسحب على الدعاة المخلصين المتابعين للرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، فإنه لما دعا الناس إلى توحيد الله وترك عبادة القبور والاستغاثة بالأموات ونبذ عقيدة الجاهلية والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يرق هذا في أعين الدجالين والكذابين والمشعوذين الذين يريدون أن يبقوا على رئاساتهم وعلى تدجيلهم على الناس وعلى ما يحصلون عليه من الجاه والمال. ما أنهم لو تابوا إلى الله وأنابوا إلى الله وقبلوا دعوة الله لرفعهم الله عز وجل وأعزهم وبدلهم خيرا مما فقدوا، لأن من ترك شيئا لله أوله الله خيرا منه. فلا غرابة أن يكون هناك شكوك أو يكون هناك استغراب عند بعض الناس عندما يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو تذكر مؤلفاته، لأنهم سمعوا من الدجالين والكذابين عن هذا الشيخ أشياء هو منها بريء، ودعوته واضحة ولله الحمد. دعوته ولله الحمد اتضحت أكثر بمرور الزمان والتجربة، وكتبه تنادي بسلامة مقصده وسلامة هدفه وإخلاصه لله عز وجل. أذكر أنه رحمه الله لما ذكر قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قال فيه الإخلاص، يعني في هذه الآية الإخلاص الدعوة. فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله. نعم، أتنبه لهذه اللطيفة من استنباطاته رحمه الله. عندما تكون الدعوة إلى الله كيف يكون صداها شيخ صالح؟ عندما تكون الدعوة إلى الله فإن صداها يكون باقيا ومستمرا ونافعا بإذن الله عز وجل، وإن عارضها من عارضها ووقف في طريقها من وقف فإن هذا كله يزول ويبقى الحق والعاقبة للمتقين. فقيل ما قيل في أئمة الهدى من التجريح والتشهير ووقف في وجوههم، ولكن بقيت دعواتهم واضحة صريحة ونفع الله بها، وأما أولئك المعارضون فذهبت وقاحاتهم معهم ودفنت معهم الحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب والوهابية كلمات نسمعها أحيانا ووراءها أكثر من مغزى. سؤال أخير في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا شيخ صالح. نعم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا اسمه هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي الإمام المجدد لدعوة التوحيد في هذه البلاد. وأما الوهابية فهي نسبة إلى أبيه، ليست نسبة إليه، لأنه هو محمد بن عبد الوهاب. فلو كانت النسبة صحيحة لقيل المحمدية، الدعوة المحمدية، وإذا قيل المحمدية فإن هذا اسم يطابق مسمى، لأنها الدعوة النبوية، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم تحاشوا هذا وقالوا الوهابية. هذا لغرض واضح، لغرض واضح من أجل تحكيم هذه الدعوة وتصور أنها مذهب جديد وحسن أيضا، وأنها مذهب جديد ونحلة جديدة انتحلها أو ابتكرها محمد بن عبد الوهاب، فتصنف ضمن الفرق والنحل الجديدة، هذا قصدهم. ولذلك يذكرونها مع النحل والمذاهب الجديدة، يذكرونها حتى أني رأيت بعض الكتاب المعاصرين صنفها مع البهائية ومع القرمطية والإسماعيلية وإلى آخر، هذا قصدهم. في حين أن الشيخ رحمه الله ليس له مذهب خاص ولم يأتي بشيء جديد، ولكنه دعا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا إلى عقيدة السلف الصالح، وهو في المذهب على مذهب الإمام أحمد في الفقه، وأما في العقيدة فهو على مذهب الإمام أحمد وغيره من السلف الصالح، ليس له مذهب جديد لا في الفقه ولا في العقيدة، وإنما منهجه منهج الأئمة، أئمة أهل السنة والجماعة من قبله، ولكنه جددها ودعا إليها في وقت عتم عليها واستجلبت مذاهب ونحل مخالفة لها. جزاكم الله خيرا. آسف شيخ صالح، قلت أن السؤال ذلكم الذي سلف هو الأخير، لكن بدر سؤال استأذنكم في طرحه، وهو من سبق الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى دعوته ومن جاء بعده فسلك مسلكه؟ سبقه كثير ولله الحمد، وجاء بعده كثير، ولا يزال الخير في هذه الأمة إلى أن
تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 كل سنة من يجدد لها دينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الخير باقي ولله الحمد مستمر. وسبق الشيخ أئمة على هذا المذهب، وهذا المنهج منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، سبقه الصحابة والتابعون خلفاء الراشدون الأئمة الأربعة المصلحون، شيخ الإسلام بن تيمية، الإمام ابن القيم، الإمام ابن رجب، الإمام الذهبي، الإمام ابن كثير، الإمام المزي، غير هؤلاء كلهم على منهج الشيخ رحمه الله في الدعوة إلى الله واتباع السلف الصالح. وجاء بعدهم وقبلهم، الحلقة متصلة ولله الحمد. ومن بعد الشيخ أحفاده وتلاميذه في هذه البلاد، ومن استفاد من هذه الدعوة في البلاد الأخرى من الدعاة إلى التوحيد الخالص، كل هؤلاء ولله الحمد كلهم على منهج السلف الصالح، ويدعون إلى ما دعا إليه الشيخ. جماعة أهل الحديث في الهند، أنصار السنة المحمدية في مصر وفي السودان وفي غيرها من البلاد، كلهم يعتنون بهذا الأمر، أمر العقيدة وأمر التوحيد، تجديد العقيدة الصحيحة للناس. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى